السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. اليوم رانا لو 29 سبتمبر 2023، اليوم الجمعه التاليه جوست مور المولود. الله يبارك، والله من الصباح ملي فتحت الدجاجه ما بعدها. بعدما قمنا بنشر فيديو في القناه ليله البارحه لمقاطعه شراء الدجاج من قبل سكان الحي الشعبي باب لواد بالجزائر العاصمه، ها هو الان صاحب المحل يعود بفيديو يحيي السكان لمقاطعتهم شراء الدجاج لليوم الثاني على التوالي. هكذا هم الرجال. اليوم الجمعة التالية جوست مور المولود. الله يبارك، والله من الصباح ملي فتحت الدجاجة ما بعدها، والله اللي هو رب استعرب بيكم، برافو عليكم ونكملوا هكا. والله غير نهبطوا له في السيومة، اهبط 2000 اليوم ومازال يزيد يهبط. الدولة هذه ماهيش دايرة رقابة، الشعب هو الراقب. وش يقول لك؟ السنتي غلب القبح، باذن الله باذن الله غير يردوه كيما كان. يا خوتي يا خوتي، ميساج لهذوك الرجال، يا سي محمد عندك مرتك تشري دجاج ما تزيدش تخليها تخرج تشري دجاج، الله يستركم ما زيدوش تشروها السمانه برك. باذن الله نقدروا لها، رقابه حنا نديروها، الحكومه حنا نديروا حكومه لراهنا. الدجاج حبوا يطلعوا له سهله، ما تشريش سمانه تموت بلا دجاج، ما تموت ما يصالك والو. باذن الله نقدروا لها خوتي، وكملوا فيها وكل واحد يحكم دارو نولوا شغل في وقت كورونا. المهم ربي يجيب الخير خوتي، وماذا بكم تقولوا لنا شحال راهي السومه في كل ولايه باش نعرفوا الا هم يهبطوا له ولا هم يطلعوا له، وان شاء الله ربي يجيب الخير. وانا كل حاجه جديده نزيد نحط لكم فيديو صاي. اتهلاو.